Carrière First Job en partenariat avec WeHR. عاصمة مرحبا بكم الناس الكل اهلا وسهلا بكم في كارير موعدكم الاسبوع اللي يجدد كل يوم من مطليفه حتى كشي المطليفه ونص واليوم كالعاده لو رونديفو افيك لو كابيني دو ريكروتمون اي دو كونساي ان ار اش كابيني و اتش ار سعداء جدا باستقبال معالي عيادي لا فونداتريس دو اتش ار وي اتش وكذلك اكسبيرت ان ريسورس هومان اهلا وسهلا بك معالي مرحبا مرحبا بونجور شنو حوالك؟ يا عايشه ان فورم؟ وي اه يا بيه الحمد لله دوك حبيت نشكركم الناس الكل على لو تاكم نتاعكم من لو فيدباك نتاع ليميسيون نهار الثلاثه اللي فات واللي كانت أول حلقه بالتعاون مع وي اتش ار حكينا فيها يمكن على المحتوى نتاع الحلقات القادمه الكل فيما يخص الـ الـ الطلبه الجدد والباحثين عن العمل الشبان كيفاش يتحضروا ويتهيئوا للدخول لسوق الشغل من تحضير السيره الذاتيه وصولا للمقابله اللي باش تصير في, في العمل دوك وهذاك علاش نحن ابتداء من الأسبوع هذايا باش ناخذوا بالنقطة بالنقطة باش نحاولوا نفسروا كل نقطة ونحاولوا نحكيوا بالساهل زيدا باش اللي اللي يسمعوا فينا ينجموا يفهمونا بالكدا على شنو قاعدين نحكيوا باش نجموا نعاونوكم كما ينبغي في الرحلة نتاع البحث عن العمل نفكركم تنجموا تلقاو الحصص نتاعنا كلها على فيسبوك نتاعنا على الشين يوتيوب نتاعنا كذلك اكسبريس اف ام وكذلك تلقاوها على لينكدين حتى في اتش ار الصفحة الرسمية نتاعو اتش ار موجود البرنامج معكم منصور مقدم ميكرو يوسف في الإخراج ومحمد في الإخراج الرقمي. اليوم باش نحكيه على النقطة الأولى اللي هي خلينا نقوله كما حكينا عليها المرة اللي فاتت. اللي هي ال ال كيفاش كيفاش باش تلخص انت شكون وقت تتقدم الخدمه جديدة نحكيو على السيره الذاتيه المراهبية هذيا كيفاش نحاضروا السيره الذاتيه كيفاش نكتبوها شنو المعلومات اللي مهمه فيها بين ما بين المعلومات الشخصيه وبين المعلومات المهنيه برشا تفاصيل صحيحة هي ورقه ولا ورقتين ولكن فيها برشا تفاصيل فيها الصوره فيها الكتابه فيها ليزكسبيرينس فيها الطول نتاعها فيها حتى الصور طريقه الصور كيفاش نعرضها ولا هي الصوره اللي نختارها برشا تفاصيل دوك هذا باش نحكيو عليه اليوم مع انت معالي أم اول حاجه حبينا نحكيوا عليها اللي انا باش نبعث السي في نتاعي ساعة قبل كل شيء لازم يكون عندي ادريس ميل في بالي محترمه شو معناتها محترمه ادريس ايميل محترمه ادريس ايميل فيها الاسم واللقب نتاعنا سي تري سامبل معناها اسمي بوان لقبي ولا لي ولا اسمي لصق في لقبي معناها ما نبعثوش ادريس ايميل بالتربيجه نتاعنا آه توتو نوسا وهذيك الكل راهو سي با دو تو وي ما فماش ما اسهل من هكا اسمك ولا ما نعقدوش وتعطي فكره تنجم تعطي فكره سلبيه معناتها اذا كان الميل نتاعك ماهوش اكزاكتومون اكزاكتومون exactly. ينجموا يكون كيما الناس الكل عندنا ديز ادريس ايميل بيرسونيل سميها اللي تحب ما يهوني للسي في نتاعنا وللغوشيرش نتاعنا ولهالفاز الجديده نتاعنا Mata, on peut créer, on doit plutôt créer mm -hmm. une adresse email et dédiée à la recherche d'emploi interne. Esmi ou la واضح جدا دوك هذيا ردوا بالكم منها الحكايه وخليوها في بالكم راهي مهمه جدا كيما حكيت انت ومثالش نحكيو بكل وضوح لي زادريس مي اللي فيهم التربيجه كيما كنت كنت تحكي انت راهو لو ريكروتور في بعض الاحيان كي راه معناتها الادريس هذيك ساعات ميم با يحل الميل وينجم معناتها ما يقولك سي با سيريو خاطر معناها انت tu dois refléter هكا سيريو هذيك وهكا لونتوزيازم بالسي في نتاعك راهو لو سي في سي لو بروميير

بربي نردو بالي بي مهمه جدا حاجه اخرى زد حكينا فيها المره اللي فاتت بعجاله اللي هي الصوره حكينا وقتها هل الصوره مهمه غير مهمه انت قلت مختلف الشركات التونسيه تقريبا يحبوا صوره ويحبذوا انها تكون صوره مرافقه للسيره الذاتيه في الحاله هذه وقتي باش نحط صورة نتاعنا كيفاش لازمها تكون الصوره اسكو الفون بلون من تالي البوز ولا البوزيشن اللي, اللي ناخذوها خاطر كيما تعرف قاعدين نشوفوا مثلا أن... انت اكيد تعدي عليك المئات <applause> انا شفت كلكو سي نلقى سيلفي نلقى في نجم يكون في عرس ولا في في وطيه تلقى مكياج اوفر معناتها اذا كان اللي باش طفله ولا ولا مراه فشنو الحاجات المهمه والنقاط اللي لازمنا نحطوها ولا ناخذوها بعين الاعتبار وقت اللي باش نختاروا الصوره اللي باش نحطوها مع سيفي في به احنا باش نحاولوا نبسطوا راهو مش لازم تصويره معناها نقولوا احنا كوربوريت اللي تمشي الفوتوغراف وتخلص الفلوس وتتصور لا ما مانيش باش نصعبوها هكاك سا سي ليديال مي نحكي تصويره فيها وجهنا نص فان بلان ولا غيره تشبه لتصوير لي بيس ديدونتيتي نتاعنا تشبه ولا... تصويرة الباسبور وتصوير بطاقه تعريف كهو فيها وجه لابس لبسه معناها محترمه لبسه بون كوربوريت معناتها حاجه يون شميز ولا اللي هو هذا هو التصويرة كهو معناها مش بلونات الشمس مش تصويره وانت في عرس مش سيلفي سورتو با سيلفي ويدك ظاهره مش ساعات بالحق خلينا نحكي الحاجات كيما هي انا معناتها مره جاتني تصويره نتاع عريس في التصديره نتاعي. انا اغرب صوره دونك بالبابيان فهمت دونك نعمل تصويره نص ما فيها حتى شيء نحطها سي سي تري سامبل ما نعقدوهاش واضح تصويره وملامحك واضحه عينيك واضحه من غير هكا البري تاع الشمس داكوغ خاطر العينين كومونيك زاده مع مع العبد سي امبوغتون دونك مهم جدا دونك حكينا على لادريس ميل لازم تكون بروفيسيونيل فيها الاسم واللقب كذلك الصورة لازمها تكون ملائمة للعمل اللي أنت باش تقدم فيه وتكون محترمة في اللبسة وفي في, الديكور اللي داير بيك مش تعاد نقطة ثالثة معاك الحق العربي هي مهمة وقت اللي نحن نبعثوا ميل معالي فما لوبجي دو ميل فما لو تكست نتاع الميل

Mm -hmm. بربي السي في باسمي ولقبي معناها ما, نسميوش السي في بالارقام ولا بالارقام آه. ولا ولا فيرسون فينال ولا فيرسون فينال final. 1 2, 3 ولا اللي السي في باسمي ولا قبي و دو بريفيرونس ان سي في بي دي اف خاطر باش يتمنى باش تقراه الكل و هكا المشاكل نتاع الميزون باج يكون ان سي في بي دي اف باسمي ولا قبي ما فيها حتى شيء مش ساعات عبد يبدا مقيد السي في نتاع صاحبه ويتعدى باسمه هو وهذا كي يصير معناها انا يوصلني سي في معالي باسم ندي خاطر انا مقيده سي في عندي انا دونك في تري اتونسيون لاسم السي في نتاعي كي باش تحط في البيس جوونت لازم باسمي انا باه يبربي نركزو معناتها كي تكتب انت سي على الوورد وباش تعمل كونفيرسيون دي اف ولا بي كي تجي باش تسجل من بعد في لونجستغمون تحط الاسم واللقب متاعك. ولا سي في مع علي عايد سي تري سامبل اسمي مش باسم عبد اخر بالنسبه للوبجي وي سي تري امبورطون باش نحطوا الوبجي على خاطر معناها

pour le poste fuleni la candidature spontanée rah tetb3af اذا kayen ma famesh une offre ma na enti tu vas postuler wahdek معناتها سي سبونتاني. يعني okay. خل خلينا نفسنا معناتها حسب ما فهمت من كلامك، معناتها ما فماش اوفر دو ترافاي هبطت وانت ماشي باش تعمل الأبليكيشن ولا باش تصب فيها، لا، انت شفت الموقع ولا اهتميت بالشركة والخدمة متاعها، قلت انا سبونتاني مو بطريقة ولا. عفوية باش نبعث فوالا ساعات يجي كونديداتور سبونتاني ومحطوطة دو بوان قدامها اسم الاوفر. اه. نو، لا كونديداتور سبونتاني رانا نبعثوها سي سبونتاني كيما اسمها، وقت اللي أنا نحب نبعث السي في متاعي للسوسييتي الفلانية باش يتحط في الباس سيفي في تاعك وكي يبدا معناتها السيفي ولا والا معناتها انا الميل نتاعي باش نبعث البوست معينه نحطو لا ناتور دو دو نتاع البوست معناتها في لوبجي نتاع السي وي وي هو فما دي زوفر اللي تهبط ديجا بالريفيرونس دونك ماذا بينا اون ريسبكت لا ريفيرونس هذيك دونك نقراو لوفر بالكدا نقراو لوفر هو ساعات يحط لك ميرسي دو مونفوي ولا دو نو زونفوي فوتر كانديداتور سو لا ريفيرونس كذا كذا دونك اون دوا ريسبكتي سا نحطو كانديداتور référence maternelle او البوست وابح وابح. هو او كي معناها عاتيك ديجا كيفاش تعمل yeah. اذا كان ما فهمش لا ريفرنس ماني بسيطة برشا نحطو باغ اكزومبل كانديداتور دو بوان اي لو بوست اللي بعثنا له. دوك مهم جدا فما نقطة حكيت عليها أنت توا اللي هي لوف نقراها بالكدا خاطر فما ناس تشوف شنو معناتها السكوب اوف ورك ولا شنو المهام اللي أنت باش تقوم فيها تقوم بها عفوا شنو الإكسبيريونس نتاع كل ما يمشي يجري يبعث طول فما برشا راهو مش ما نقولش الأغلبية فما برشا بالحماسة متاع أنه لقى بوست معناتها يحبه ولا يبدا مزروب باش يبعث يبعث من غير ما يقرأ. وساعات يكتب حاجات اللي مش بالضروره ملائمه اللي انت تسائل من بعد كم شغله تقول يخي هو قراه ولا فما شكون بعثه في بلاصتو ولا شنو هو المشكله معناتها فوالا <applause> دونك نقراو لو فخ بالكدي اللي يطلبوا منا اذا كان عطانا ريفيرونس نحطوا الريفيرونس علاش باش نفسر لكم هالريفيرونس ميسي لش خنزيدو نفهموها خاطر فما دي سوسيتي اللي معناها لي كونديداتور يجيوهم في البوات ايميل نتاعهم بالريفيرونس هذوك <applause> 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 لا ليكتور بالري <ريفيرنس تصفيق> مقسمين على ريكروتور حاجات هكا دونك انت ديجا تعاونوا و تو ها بلوس دو شونس باش السي في نتاعك تقرا هو لوبجيكتيف شنو هو تبع في السي باش تقرا باش يوصل هذا خلينا اون احنا الحاجات اللي طالبين اللي طالبوا مني نعملوا وي ريسبكتو سا نبعث في السي في نتاعي وكا داكوغ واضح جدا دوك حكينا على الميل حكينا على التصويره حكينا على لوبجي التكست كذلك اللي نبعثوه لو تكست دو ميل معناتها توا باش نبعث الميل فما شكون يبعث بي جي مثلا بونجور فواسي مون سيفي نقطه

euh, de l'offre le flanelle veuillez trouver si joint mon mon CV l'autre qui l'aura signature interna euh, magnétabe cordialement j'aimerais ne دون لا تون دو فوليير هذوكم هما معناها اللي نلقاوهم راهم موجودين معناتها سي ستوندار هذه هي الحاجه اللي انا نقول لكم السي في ما لازموش يكون ستوندار وليتر دو موتيفاسيون، بس هذه تكون حاجه ستوندار، دونك سي تري سامبل نقراو ونبعثوا حاجه كيما موجوده بالسينياتور نتاعنا بكل شيء كورديال مون من اللوطه اسمي ولقبي. ما نبعثوش ايميل الفارق سي تري زابوغتون الحقيقه معناتها سي معناتها سي لامبرسيون اللي تعطيها انت للريكروتور ولا انت منظم اللي انت تعرف تكتب ايميل مهم. فهمت لي انت عملت افور باش تكتب ايميل سي تري نحن باش في الجزء الثاني من حصتنا معاك معالي نحكيو آه نحكي وتوا حكينا بصفه عامه لا فورم باش نمشيو دون لو فون دون لو فون باش نشوفوا معاك المعلومات لازمها تكون حاضره كو سوسوا المعلومات الشخصيه اسم لقب تاريخ ميلاد الى اخره المعلومات المهنيه كيفاش نرتبوا زيدا اذا كان عندنا خبره اسكو نرتبوها من, من توا انا رجع بالتويلي ولا من اللي بديت تجربه حتى المجتمعيه ولا غيره آه كيف كيف الطول نتاع السي في يقول لك حب باش برك في الناس كل ليه تنجم حتى أربعة خمسة هذا كل باش نكتشفوه معاك أنت بعد شوية اسمعونا راهو اللي باش نحكيو فيه من بعد مهم جدا كان تحب تخدم وتقوي الحظوظ نتاعك أنك تخدم في الفترة الجاية اسمعنا مهم جدا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية وأنتم كان لي بارون تسمعوا فينا تنجموا تكلموا ولادكم توا تقولوا فما حاجة مهمة صايرة في إكسبريس إف إم على 103.6 ولا 3 دبليو راديو إكسبريس شيء باش يعرفوا يكتبوا السي في نتاعهم ويبعثوه إن شاء الله تفرحوا على قريب أنه ولدكم ولا ولدكم لقاو خدمه فصل صغير و لكم. جانيكو في كارير نحكيو على السي في شنو اهم النقاط اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار وقت باش نبداو نح... نبداو نحضروا في السي في نتاعنا دوك الذاتية ولا السي في دوك هو ي... يشمل معلومات مهنيه معلومات اكاديميه وكذلك معلومات شخصيه خاصه بك انت معنا اليوم معالي عيادي فونداتريس دو وي اتش ار كابينيت دو ريكروتمون اي دو كونساي اون ار كيف كيف لي اكسبيرت ان ار باش اليوم معالي شنو المكونات اللازمه اللي لازم نلقاوها في, في السيره الذاتيه لي بارتي هذوكم كيفاش يتقسموا وشنو هو الترتيب نتاعهم هل نبدا بمعلوماتي الشخصيه قبل هل نبدا بتجارب مهنيه ولا نبدا بالتجارب الاكاديميه نتاعك كيفاش يتم الترتيب نتاع المكونات هذه بيه دونك احنا قلنا فما تصويره باش تكون موجوده على اليمين ولا على اليسار لونتيت نتاعنا باش نحطوا معناها هالل... لي زانفورماسيون بيرسونيل دونك عندنا لادريس ايميل نتاعنا من <applause> واللقب، <applause> بيان سور آه الادريس ايميل نومرو التليفون، نومرو جوانيبل بربي. ساعات يحطوا زوز وثلاثة نوامر، نحطوا نوامرنا احنا ما نحطش نومرو آه آه معناها أختي ولا أمي. آه ساعات راهو ديكونديدا يحط لك نومرو وتطلب يقولك لك آه ما ما هوش بحذاه ودرا شنو. دونك نحطوا نومرو جوانيبل، نومرونا احنا. ادريس ايميل كيما حكينا بروفيسيونيل محترمه والكل لادريس نتاعنا بالنسبه للادريس وين نسكنو راهو سي تري امبورطون في حاجه ساعات تلقى لو بوست موجود في تونس وانت حاطط أدرستك في سوسه راهو ذاك يقلل من الحظوظ نتاعك خاطر فما دي ريكروتور كي يقرا يقول لك هذا في سوسه ماهوش في تونس دونك انا شنو نعمل اذا كان انا مستعد باش نخدم في تونس باش ننقل لتونس عندي وين نسكن ديجا في تونس انا كاري في تونس ودار ودار ودارنا في سوسه نحط ادريس تونس علاش حتى ادريس سوسه فهمت دونك سي لازم الحكايه دونك باش اذا كان البوست في تونس وانا من سوسه كما قلت انت وعندي الامكانيه نعرف روحي نجم نسكن بحذا خالتي بحذا عمتي الى اخره هل من المستحسن اني نحط الادريس نتاعي ديريكتومون تونس؟ وي ديريكتومون وي باش نجم تسهل المأمورية. نحط ادريسي في تونس خاطر ساعات كيما قلت لك ساعات يحط دار لي باغون في سوسه هو كاري في تونس راه ويحط ادريس ما يقعد الريفلكس هذاك يقعد ايه. الريفلكس هذاك كيفنا الكل معناها هذيك الادريس بوستال نتاعنا نتاع عائلتنا مي خاطر يبدا بوست في تونس هذيك احنا نحكيو توا في لي باش نقوي الحظوظ نتاعي باش السي في نتاعي يتعدى للمرحله نتاع ليكتور ونوصلوا للانترتيان تليفونيك اللي هو اول انترتيان ممتاز ولا. هل المعلومات الشخصيه هذه اللي حكيت لنا عليها معالي تكون في الاول معناتها اولى الاسطر نتاع السي والا تكون على جنب كيما برشا عباد يحطوا تصويره على جنب دونك يقسموها تخوا كار وان كار الان كار اللي على اليسار يحطوا التصويره والمعلومات انت شنو تخير لو فورما ايديال خلينا نقول انا نخير يحط تصويره على جنب وجنب الاخر فيه لي زانفورماسيون هذوما بيرسونيل نتاعو واضح المهم الوضوح في المعلومات اللي تكون الصحة نتاعها فوالا حاجه اخرى مع لي زانفورماسيون هذوما اذا كان عندنا <applause> سامحوني اذا كان عندنا ان بروفيل لينكدين اللي باش يجي باش نحكيو عليه مره معناه مخدوم حسة كاملة حسة كاملة مخدوم نحطو معناها مخدوم حسا حصه كامله حصه كامله هذاك مخدوم كوم الفو والكل نجمو نحطوا لو ليان نتاعنا هذاك معناها اليو ار ال نتاع لو بروفيل لينكدين نتاعنا اذا كنا نخدمو جرافيست ماركتور فوتوغراف اللي هو نجمو نحطوا زاد البورتفوليو نتاعنا في في البارتي من الاول هذا بالنسبه للفورما كلاسيك نحكيو على لي سي في خاطر فما فورما فما اللي مخدوم يبدا البوند اللي على جنب كلها فيها لي زانفورماسيون هذوك فهمت دونك نجمو زاده المهم تتحط في البارتي الاولى معناها لو اول ما يقرا يقرا لي زانفورماسيون هذوما معاهم لي ليان هذوما اللي عليكم تعرف عليك نقولوا تعرف عليك انت شكونك ولا. ولا. <مبعد> الـ 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 متاعي من بعد هل نحطوا معناتها الباك جراوند اكاديميك نتاعي وين قريت من الابتدائي حتى الجامعه والا نبدا بالتجارب المهنيه ولا حتى تجارب نتاع لي الصغار اللي عملته بما اني انا معناتها باحث عن شغل شاب حاليا آه euh, هو فما اللي يحط الاكسبيريونس معناها يبدا بالاكسبيريونس وفما اللي يحط يبدا بالباركور اكاديميك نتاعو آه انا الحقيقه بيرسونيلمون ما نراش فرق معناها فهمت آه احنا هوني بويسك اون سادريس للي جون ديبلومي دونك نجمو نبداو نحطو لو باركور اكاديميك نتاعنا معناها بعد هذا كان نحطوا لو باركور اكاديميك مي قبل الباركور اكاديميك نجم نعمل ان باراغراف صغرو نحكي فيها عليا mm -hmm. نحكي فيها على لي كومبيتونس نتاعي باش تعاودوا تقولوا euh, احنا جدد و ديبلومي ما عندناش دي كومبيتونس ما عندك ان سافوار في خرجت به من لونيفرسيتي كومام معناها فهمت اه دونك فما حاجات اه ان سافوار اللي خرجت به دونك هذاك تنجم تحطوا ان بيتي باراغراف دو تخوا لينيا علاش هذا الي امبوغتون خاطر هذا سي لانتخودكسيون نتاعك انت للغوك وقت اللي يقرا السي في نتاعك. دونك انا كي نقرا نعرف روحي باش معناها معناتها جو مادغيس لشكون؟ مع شكون قاعد نحكي هذا فهمت؟ mm -hmm. جون جو ميتريز هكا وهكا ولا خدمت حاجات هذوما ولا أه... نرى روحي في دي بوست هكا أه... جو سوي ان جون مثلا ديفلوبور جو سوي ان جون ريداكتور جو سوي ان جون جرافيست mm -hmm. حاجه هكا فهمت باش نعطيو فكره شنو اللي قاع معنى يستنى فيه في الليكتور هذيك نتاع لو سي في ممتاز بي. الترتيب توا الترتيب الزمني كيفاش كيفاش يكون معالي الترتيب الزمني <applause> دو بلو ريسون ديما نحطوا الحاجه الاخرى معناها اذا كان نحكيو على البارتي نتاع الاكاديميك نحطوا لو ديبلوم الاخر نتاعنا مثلا عملنا ماستر دونك وبعد ماستر نحط الماستر نتاعي بعد تحتها 2000 euh, par exemple 2021 2023 master تحتها ليسانس تحتها الباك دونك اخر تجربة اخر حاجه عملت هي اللي تتحط من الاول ما نعملوش بالعكس خاطر تزر الغلطه هذه دونك هذا في partie pour le parcours academique في لي كيف كيف. اها اها فما زاد يعطي اضافه من عنده فيما يخص المهارات الحياتيه ال... الهوايات نتاعو حياته الجمعيه اذا كان عنده تجارب هل هذا مهم زاد لازم يكون موجود في السي في oui, مهم يتحط زاد اي مهم اي حاجه تعملت في معناها وفي في, ال... في الباركور نتاعو كو سوسوا ان والا في توسكي اسوسياتيف والا تو سكي ايفينمونسيال يتحط. سا <applause> دي نوت ان تي بو دو لا ناتيور هاكا دو لا بيغسون. وي سا غوفلات لا بيغسون. هوني حبيت نسالك ساعات تلقى شكون مغروم انه بالكتب في اونتروتيان تساله اول حاجه شنو هو اخر كتاب ولا اهم كتاب قريته فما حتى اجابه. Oui. دوك هنا زدنا نركزوا على الصراحه انه راهو اي معلومه حطيتها في السي في راك تنجم تسال عليه. اه ah, وي oui. موش ديكور معلومه. هذاك انت سي لونجاجمون نتاعك. انت تو تي اونجاجي في هكا الورقه هذيك في هكا الدوكيومون هذيك اللي أه. حطيته الكل راك باش تسال عليه دونك ما نحطوش حاجات غالطين ما عندناش ما نحطوش حاجات ما عملناهمش ما نحطوش دي ستاج ما خدمناش فيهم معناها دي ستاج اللي جوست دخلنا وخذينا اتيستاسيون خاطرنا معناها اكس ريزون اي خليني نقولها انا نجم نعرف شكون دابا لي ستاج دابا لي ستاج عطاني اتستاسيون في, 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 في الاخر دونك راهو لو ريكروتور ينجم يسالك على الستاج هذيك شنو عملت فيه ####شنو شفت في لونطخوبخيز هذيك دونك mm -hmm. خلينا نكتبو صحيح... دوك صراحة مهمة جدا آه. برشا معناتها اون بريفير كو يبدا قصير وفيه الحاجات اللي عملتهم كو يبدا صفحتين وانا زايد برشا معلومات ماهيش صحيحة بالطبيعة انت ان جون ديبلومي راه نعرفوا اللي مازال ما, ما عندكش اكسبيريونس مازلت ما دخلتش دونك عندك لي عندك لو باركور اكاديميك نتاعك وعندك شوية معناها حاجات اللي انت خدمتهم معناها وحدك حبيت م -م -م. تخدمهم فهمت السي في طريقة كتابته حتى الجرافيك ديزاين نتاعو ينجم يكون يكون طريقه نوصل بها انا ان ميساج بوزيتيف زاده للريكروتور اذا كان مثلا انا جرافيك ديزاينر ينجم نوري نوع جزء من المهارات نتاعي كيفاش عملت ديزاين نتاع السي أه في نتاعي ولا ريداكتور كيما قبل نحكيو في لي كوليس ريداكتور ان لانغ فرونسيز زاده ان ساتون كو السي في يكون صفر غلطه خاطر لو غرافيست انت ديجا معناها احنا هون معناها اون ريكروت ان غرافيست لا جو على لا جو على الكرياتيفيتي اذا كانت الكرياتيفيتي نتاعك ما استعملتهاش في انوتي لي كنتي

Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. euh, c'est a des femmes le CV. Sinon, on a un directement les, les entretiens. Pourquoi on choisit les CV? معناها الفيلتر الاول هذاك اللي تتعدى به دونك خانا دي كريتير دو سيليكسيون دو بري سيليكسيون في السي في هذاك اكيد جدا انت هوني عملت لي تري بون ترانزيسيون بور لا ديرنيير كيسيون نحن حكينا توا من اول حصتنا على التحضير نتاع السي في كناس موجودين في الديكور نتاع الباحثين عن العمل نحبوا نعرفوا زيدا هكا شويه فضول يهزنا كيفاش تصير العمليه عند الريكروتور الريكروتور يبدا قاعد يدخل البيرو ويحل البي نتاعو ويشوف اون ليست دو سي في اسكو فما اون اوتوماتيك تصير التغيير اسكو فما بروسيس لو بروسيس شكون فيه شنو هو الحاجات اللي يمكن يركز عليها لو ريكروتور من الاول من المائل ديجا في في <applause> حديته واللي نجم انا نستعملها كورقه رابحه زاد انا باش نقوي من حظوظي اني اني نتعدى في مقابله نتاع عمل voilà donc c'est ce c'est ça que nous allons pour sur le CV de chaque candidat donc ben par rapport recruteurs nous sommes une entreprise. mais dans des entreprises il y a un système automatique des réponses automatiques et en tirant parfois le CV de chaque édic une réponse automatique il dit que votre CV il a été bien reçu ou il est bien reçu donc mais houni ana rencontre un tas de jeunes qui te que le recruteur mais ilرجع شنبعث candidateur mais tuرجع ليش le cul je veux dire je veux dire ça c'est pas aussi facile que ça ça veut dire enfin des entreprises là random le système qui m'a qu'elle comme la réponse automatique djik généralement

باهي مختوم بالكده تصويره واضحه أنيميل معناها مكتوب بصحيح لوبجي والكل تقوي حظوظك بوغ اتر بري سيليكسيوني باش نوصلوا لهكا لو بروميير اللي هو جينيرالمون يكون ان انترتيان تليفونيك داكور خلينا نوضحوا النقطه هذه راهو السي في اللي تبعثوا انت يوصل للمشغل يوصلوا ينجم يوصلوا 10 ولا مئات السيرات الذاتيه ففما بري سيليكسيون معناتها فما مجموعه اللي باش تطلع كيما الدوري نتاع الكوره فم جماعه سيليكسيوني باش يطلعوا باش يقراوهم وفما جماعه للاسف ما يواتيوش المتطلبات نتاع العمل ولا البوست هذاك يا اما كما قلت انت فما شركة تنجم تجاوب فما شركات ديجا من الاول تقول لك راهو اللي مش باش يتم اختياره رانا مش باش نرجعوا له داكوغ باش الناس قلت انت معالي باش لي جون ما يخسروش وقت فما شكون يقعد يستنى يقول لك انا هاني قدمت هاني نستنى أه، الوغ كو فما شكون يخممها بالبساطه هذيك هاني نستنى في الخدمه هذيا بالك يجاوبوني اونتخ فما دي فورماسيون تنجم تعملها فما خدمه اخرى تنجم تصب فيها وهذايا مهم مهمة جدا دوك اه، هذا هو اليوم حكينا على سيفي اه، من برك في لا فورم من برا كيفاش يكون مهم جدا مره اخرى نعاود نقول شنو كنت تحكي مع علي قبيله نحكي على التصويره على الادغيس مايل اللي باش نبعثو بها الاسم نتاعنا نردوا بينا في التفاصيل هذيك كل اللي هي تتح. تحدث باسمنا قدام المشغل وكذلك حكينا على لو فون شنو المكونات نتاع السي في نتاعنا دوك الاجوبه هذه كل كي نخلطوا علينا توا تنجموا تعاودوا تلقاوها على الفيسبوك فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف على الشين يوتيوب نتاعنا اكسبريس اف كيف كيف في صفحه اتش ار على لينكدين وعلى فيسبوك شكرا لك مع عيدي فونداتريس دو وي اتش ار و اكسبيرت ان نفكر وي اتش ار اه هو لو بارتنير نتاعنا كل نهار اه ثلاث من ما ثلاثه حتى كشي ما ثلاثه ونص نحكي معك على دايغ الموضوع اللي اخترناه العام هذايا هو كيفاش نهيئوا الباحثين عن العمل الشبان انهم يدخلوا سوق شغل فاليوم حكينا على سيفي المره الجايه باش نتعداو المرحله اخرى ونحكيو بالنقطه بالنقطه باش نحاولوا نرافقوكم كما ينبغي حتى لين تلقاو خدمه ميرسي بوكو شكرا ليك معالي ميرسي يعطيك شكرا ليك, ليك. ميرسي يوسف في الاخراج محمد في الاخراج الرقمي شكرا لكم انتم اللي سمعتونا حتى التوا ما تنسوش وماذا بيكم تخليوا لي متاعكم نتاعكم الاسئله نتاعكم الحاجات اللي مقلقتكم دي زانيكدوت صاروا لكم في دي زونتروتيان دومبوش وحاجات كان يرجع بيكم الزمان اللي تصلحوها وتحبوا تفيدوا بها الناس بابنا ديما محلول الباج على ذمتكم تنجموا تخليولنا ملاحظاتكم الكل كانت معكم ندى منصور قدام الميكرو نحنا نتقبلوا غدوه من الوقت سيسروا روحكم باي باي وبس